سهل للخطاه طريق التوبة. انت كده بتنقذ نفس من الهلاك. كل انسان خاطئ ترده للمسيح بتنقذه من الهلاك، ولك اجر عليه، لك اجر واجر كبير كمان. لان دايما كده هو قالها في سفر دانيال: الذين ردوا كثيرين الى البر يضؤون ضياء الجلد في ملكوت السماوات. وهي دي، يردوا كثيرين الى البر، ينور زي الكوكب في السماء، بيجمع ثمار مع السيد المسيح له المجد، بيجمع ثمار. وبعدين تبص تلاقي السيد المسيح له المجد لما جه عشان خاطر ما تدينش، تشوف يقول لك زكى العشار واقف، السيد المسيح له المجد وفات في الطريق وطلع على الشجره، يقول له كده: اسرع وانزل يا زكى، لان باجي ان اكون في بيتك. وبعدين قال له كده: شوفوا، عاوز بس يشوفه، شوفوا بس عشان تعرف، عاوز بس يشوفه. انما الرب يسوع المجد عارف اشواق قلبه، عارف اللي هو عاوز يعمله، راح جاي واقف قال له: انزل، انا هخش بيتك، مش تشوفني وبس. فانت لما بتطلب بيديك اكتر، بيديك اكتر. دخل بيته وبعدين جه زكى، قال له: يا رب، ان انا اذا كنت وشيد باحد برد اربعه اضعاف، وطلعت نصف اموال المساكين. الرب يسوع اليوم حدث خلاص لهذا البيت. تلاقي الطرف الثاني بقى ناس بيشمطوا في الخطاه، انه دخل عند بيت رجل خاطئ وتاب، خاطئ وطلع نصف اموال المساكين، خاطئ واذا كان وشب واحد ردوا له اربعه اضعاف. نقطع طريق التوبه للناس امور. عشان خاطر كده اقول لك: سهل للخاطئ طريق التوبه، سهل للخاطئ طريق التوبه. ونلاحظ برضه في حاجات السيد المسيح والمجد كان بينورها عشان خاطر يفوقهم. ويجي مثل المرأة الكنعانية برضه اركز عليها شويه عشان بعض الناس ما بتفهمش هدف المعجزه دي ايه. قالوا: اصرفها تصيح ورانا. الرب يسوع المجد قال لها: ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قالت له: والكلاب تاكل فتاه الساقط من بلد اربابها. الله عظيم ايمانك، قل لك ما تريدين. فشفت ابنتها في تلك الساعه. هنا فيه نقطه، عشان فيه ناس بتظن انها شيء وهي بعيده كل بعد عن الله، وكده بيقولها برضه: لأنه إن ظن أحد أنه شيء وليس شيئا فأنه يغش نفسه. نلاحظ المرأة الكنعانية بينقية أممية، وبعدين بتقول له: ابنتي مجنونة جدا. الابنة بتشير للثمرة، تشير للثمرة. ومعنى ابنتي مجنونة يعني أنا ثمرة أفعالي زي الوحدة المجنونة، ثمرة وحشة ماشية في الغلط. فقال له: يبقى ما ينفعش يأخذ خبز البنين وتروح للكلاب، ما ينفعش. يبقى عاوزة انت خبز البنين تمشي صح، عاوزة خبز البنين فيه إيمان، فيه أعمال، فيه توبة. طبعا هي قالت له: طب عاوزة الفتاة الساقط، عاوز الفتاة الساقط. طبعا مدح إيمانها وقال لها: عظيم إيمانك. وهنا درس: لما أنت تقر بذنبك وتغير حياتك وتطلب مرحم الله، اشفي الثمرة بتاعتي، اشفي الثمرة. عاوز أعمالي تبقى كويسة مش أعمالي شريرة. قال: عظيم إيمانك. وهو ده الإيمان، ما هو ده الإيمان، أنك تبقى أعمالك صالحة، تبقى أعمالك ماشي في طريق البر، ماشي في طريق الملكوت،